كيفاش بدات الحكايه خاوتي العزاز؟ نحكيها لكم من الالف الى الياء. كنت قاعد في الدار طايت لي يما صديق ما عندك والو هاد السمانه؟ قلت لها نورمالمون ما عندي والو، علاش غير الخير؟ قالت لي وجد كابتك راك رايح معانا المكان المكرمه نعتمرو. اي والله هادي منيحه. قلت لها والدراهم كيفاش؟ قالت لي راهي خالصه من عند باباك ويماك. ايه معروضه تربح. يا وجد كابتي، ورحت مباشره نسقسي. ايوي لازم تسقسي وتكون روحك قبل ما تروح لاي بلاصه، حتى وكان زعماك راك رايح للجمعه لازم تكون روحك، وهذه هي طريقه الصديق في الحياه، ننصحكم بها. تكوين ثم التكوين، هذه عباده، والعباده لازم تكون كما شرع بها ربي وعلمنا بها رسولنا الكريم. ايوي باش الواحد ما يغلطش ويلتمس القبول من عند الله، وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. باش ما نطيحوش في البدعة وفي الأخطاء والمشاكل لازم تروح تسقسي. وأنا شكون راح تسقسيت؟ راح تسقسيت خويا مهدي أسواق الأستاذ. وكيما كان الحال قمت بدورة تكوينية مدتها يومين، فادني بها من ألف إلى الياء بكل ما يتعلق بالعمرة والعبادة وحتى الأمور الدنيوية، وزاد علمهمني ربي يحفظه ويبارك فيه، نصحكم به إنسان ما شاء الله. وهذه هي فوائد الصحبة الصالحة، بس هذا خويا مهدي نعرفه أكثر من 15 سنة، أمنوه لريحه. المهم خوتي، بعد هاد اليومين تاع التكوين رحت مباشرة لازم نعمر الحقيبة تاعي، رحت شريت ما يلزمني للسفر مين وش نحتاج كامل، شوية أدوات تاع الراس، بليغة، طوندوز، تدي معاك شوية عفايس، هكا معاك قهوة، صورتو قهوة خاوتي لازم تدو معاكم القهوة. وديت معايا براس شباب ما شاء الله، براس صغير نساوه، ما ديناش براس والله ما دينا، سلفنا من تما والله غير غلطة كي ما ديش براس. المهم لازم تدو معاكم براس. المهم خاوتي، بعد ما فريت كل أموري ووجدت كل أموري من تكوين وحقيبة، جا اليوم اللي لازم نروحو فيه. واش درنا؟ هبطنا على المطار هواري بومدين، دفعنا الباجاج تاعنا والوجهة، وشنو هي؟ المدينة النبوية. اوه صديق ماشي المنورة يا خوتي، قالوا لي قول نبوية، ما تحسوش تفهموا علاش. غير شفت الطيارة فرحتي. هيه صديق شحال عندك ما سافرتش من وقت كاس افريقيا في مصر. اما الرحلة خوتي خدات واحد 8 سوايع ونص، رقدنا كلينا ثم نضنا عودنا رقدنا شربنا قهوة صلينا قاعدين، تلاقينا بعمي بوعلم في الطيارة قتلنا بالضحك. المهم لحقنا المدينة النبوية والأمطار كانت غزيرة ما شاء الله، الرزق خويا العزيز. كانت أول صلاة هي صلاة الفجر وصليناها في الطابق الأعلى، كنت جديد ما على باليش نتبع في المجموعة، أطلع من بالك من أطلع الفوق، لقيت روحي الفوق. يا غير خلاص صلاة الحاجة الأولى درتها، صلينا صلاة جنازة، بعد صلاة جنازة صلينا زوج ركعات راتبة الفجر، باسكو تعرف راتبة الفجر لازم تصليها، موراها باينة راح ديريكت للبرميل تاع الماء، وبدي اضرب 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 ما زمزم حتى الترويت. بعد نهاية الصلاة باينة تروح للدار، تمشي شوية تروبوزي شوية ترقد تعاود تنوض تروح جيهان خاوتي، حنا تزين موتو على الماكلة. هاي واش درت؟ مطها نحوس على كاش واحد يبيع مليح، تمشي بزاف خاوتي باسكو في هذه المدينه في مكه عندك ما تمشي وعندك ما تحرق السعيرات الحراريه. وانا في طريق يعني لقيت باخي احمد المصري، رحنا كلينا مليح اكله مصريه على الاقل نعرفها ومضمونه، وحوسنا رحنا للدار قدنا، وغدا ان شاء الله يوم جديد رحنا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، وهذا بمرافقة ربي حفظه لسخره لي ربي، وهو رجل سعودي اسمه أبو حاتم حفظه الله ورعاه، اللي ورالي كيفاش تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وين لازم توقف من بعيد، وكيفاش تدخل الداخل، وكيفاش تدعي، وربي يحفظه. وموراها سواسوا ما شاء الله شاي بالحليب القهوة بالحليب والزنجبيل والزنجبيل فتلية جامي شربت قهوة حليب ما شاء الله، ماشي قهوة سعودية هذه جو سبيسيال، شربت فيها سوندويتش ما في الكل
وهذه هي مزرعه تشوفوا فيها مزرعه تاع العدو ما شاء الله سبحانه جايه قدام مسجد قباء. خسيتوني خالتي الاعزاء نضرب الساندويتش دوكا بسم الله ما شاء الله نستمتعوا بالماكله ما شاء الله اخونا ما شاء الله بعدها راح نضربنا شاي مسجد قباء الذي الصلاه فيه اجرها اجر عمره من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ما شاء الله. هذا مسجد قباء كان ملاحظة نعطيها لكم تحت القبة خاوتي طلعوا راسكم. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموقع وقيل انه مبركة ناقة حديث الرسول انه جاء الى من السماء تشوفوا تلقى واحد النقطة سوداء مدورة هكايا قيس تبسي صغيرة كامل بعيد هذيك النقطة تحتها كامل يقول لك يقال أنه التم يعني بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مسجد قباء ويقال كذلك أنه التم صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة المهم حنا نحتسب الأجر وفيها شاك صلاة أجرها أجر عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلي في مسجد قباء كانت له أجره أجر عمرة المهم بعد ما كملنا بسم الله ما شاء الله ريفيو صغير سيارة مازدا 6 ومسجدها هو جديد ولا قديم؟ مرة ثانية مع بابا ويما وخوتي اديتهم معايا صلينا ورحنا المزرعة مع الباص باينة لأن رحت أنا مع ويكان وما ننصحكمش لأن الأسعار غالية تقتل هذيك المزرعة اللي دانا لها الباص فكروني في البيش اللي يديك التبسة يحبسك في برج بوريري في الياشير جو يدخلك تاكل بسي في التما ما باليش وعلاش يا خو ماكلة خردة ما باليش وعلاش وكلش غالي المهم تحيتنا الناس البرج دخلنا كلينا شوية أمور لقيت فالذي الفضول على اكلها ولكن ناكل ما خرج الاندونيسي قال لي هاك واحد تخشي قرنطيطه تاعنا ممتوز جات هنا رحنا صلينا العصر وكانت جنازه هيا قلت والله غير بروفيتي صلينا عليها وزنا تبعناها ورفدناها ورحنا دفناها في مقبره بقيع الغردق كما قلت لكم رحنا لهذا المقبرة مقبرة البقيع اللي عندها فضل عظيم جدا وهذا لأن أهلها أهل هذه المقبرة هم أول من يحشر من مقابر الأرض بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكذلك يشفع فيهم رسول الله ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت فيها مش يطلع الجامع وترمي روحه المهم دفنا الجنازة ودعينا لها وانصرفنا كيما راكم تشوفوا القبور كلها بالتراب فلا يوجد لا بنايات ولا شاهد ولا اي حاجه كيما يديروا الكفار والمبتدعه الله يعافينا تراب سلام عليكم وشاهد حجره ما كاش ما بالاسم وما كاش هذه هي السنه المهم خرجنا قصرنا مع خاوتنا تما وفي الليل دخلنا للدار كي دخلنا للدار جا لينا خبر شباب قال لك اليوم في الليل تزوروا الروضه الشريفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضه من رياض الجنه يقول الشيخ سليمان الرحيلي في هذا الحديث هذا الروضه ماشي كيما مجلس الذكر مجلس الذكر يقول لك كي تقعد في مجلس الذكر حلق الذكر هي روضه من رياض الجنه صح هذا المكان هذا المكان تاع الروضه الشريفه هو قطعة حقيقيه من الجنه انت لافير لافير ما تعطيهاش دبر راسك بدون تاع دي طبعا باش تدخل بلا ما تأدي الناس بصحكم تدخلوها بزاف الخطره باسكو الصالات فيها في اجر عظيم وشاك فوا تدخل تستفاد وانا كوم دخلت لها ثلاث خطرات راح نعطيكم الفائده الهائله فيها وشنو هي اللي يدخل ويكون ذكي ويشوف مليح ويتمعن يفيق بلي كاين اعمده ليست لها نفس الالوان فكل عمود او اسطوانه يمثل قصه وله فضل ونذكر من بين الاسطوانات اسطوانه امنا عائشه رضي الله عنها فقد ثبت في الصحيح ان امنا عائشه سرت الى زبير ابن عمها رضي الله عنهما أنه لو يعرفون ما هو الفضل في تلك فذلك المكان أسفل الأسطوانة لتساهموا عليه زمان ما كانوش يضربوا جوا على المكان وش يديروا شو يديروا قرعة قاسمك بين خمسة حبينا صلوا لتما نديروا قرعة لصحة له يصلي لتما وثبت أنه كذلك زبير كان يصلي بزاف لتما طيب تقول كيفاش لحق الخبر ولادو كانوا أذكياء شافوه بلي يصلي بزاف لتما قال لك علاش بابانا يصلي لتما حنا نصلوا لتما حتى مشى الخبر ولحقنا هذا الحديث ما شاء الله
وكل عمود يمت القصة من هذا المسجد العظيم ما شاء الله الذي أحسن بناؤه، والحمد لله كل يوم يزيد يتحسن في البناية تاعه. والدعاء كما الأسطوانة تاع عائشة مستجاب. وش حكاية الأسطوانة خاوتي؟ كاين 8 أسطوانة، نحط لكم صويرة تحكي لك على 8 أسطوانة وشنو هم. أنا اللي شفتهم أسطوانة مخلقة، أسطوانة الوفود، أسطوانة التوبة، أسطوانة السرير، وأسطوانة أمنا عائشة. وكان عندي زهر أني صليت العشاء مباشرة خلف الإمام وفي الروضة الشريفة، وهذا فضل من الله، أرجو أن لا يحرمني مرة أخرى ولا يحرمكم منه. المهم خاوتي كاين بزاف راحت يديروا اخطاء. كاين واحد التطبيق، هذا التطبيق مهم جدا ديره، واسمه نسك. التطبيق نسك يعطيك دخله مره واحده، يعني واش يديروا ربي يهديهم، يدير ابريمي ايكرون على التطبيق تاع التصريح ويمضي فيه ويدخل. خاوتي ماكش داخل السطاطك، داخل الروضه الشريفه على اللبنان باش واحد ما يبطش الاعمال تاعه. المهم هذه نصيحه بك، التطبيق نخليه لكم لتحت، واسمه تطبيق نسك ما شاء الله. وانا عجبني الحال ونعطيكم طريقه هايله خاوتي. قاعد تصلي بدك قاعد غير صلي، وما كي تخرج الدفعه الاولى حتى ما تخرج قاعد تصلي، هما ما يحاوزوكش، يجي يهضر لك فوق راسك بصح انت ولا كنت خاشع ماكش تسمع له، حتى تجي الدفعه الثانيه تدخل وانت قاعد معاها. وهذه هي خاوتي، سكنت لهم انا داخل الروضه الشريفه وما خرجتش، وقعدت نبروفيتي بكل دقيقه، حتى وين يعني كما يقولوا عييت، حتى وين عييت، ما حاوزونيش وخرجت، ما امنوش بلي خرجت. وديت معايا بابا وخويا ربي يحفظهم، ودخل لا بابا مات بالفرحه، قال لي الزوجه يا دخلوا زوج خطرات هيا دخلنا، ودعينا الداخل ودعا لي ودعينا لكاع خاوتنا، وان شاء الله ربي ما يحرمكمش منها. المهم خاوتي بعد ما كنا الروضه ودرنا في المدينه النبويه وشرينا العجوة، ولافار العجوة شوها في المدينه ما تشوهاش خارج المدينه، على بها قلت لكم اللي يجي العمره يبدا بالمدينه خيمة يبدا بمكة، جور تضبطي روحك باش تدخل لمكة، روك داخل حبة حبة تدريجيا، بصح كي تروح لمكة ديرك روك دخلت ديرك للشوق، ماك تتلف لك ويتبحروا لك كما يقولوا وقتك والأجور ويروح لك كلش. روح للمدينة حبة حبة وطريني، وماك واش درنا حنايا غير كملنا الأيام تاعنا، وشينا يعني بعض الهدايا وشربنا ماء زمزم وشينا العجوة. أحسن عجوة هي عجوة المزرعة أو عجوة عالية، والعالية كيفاش تفيق لها بلي مليحة، كي تفتحها لداخل تلقاها بيضة وتلقاها طرية وتجي كاليبر كبيرة. أنا ننصحكم كما قال لي خويا مهدي جيبوا العجوة الصغيرة، علاش؟ باش عندك 7 حبات عجوة كي تمدهم ماشي كونتيتي كبيرة، بصح كي تجيب كبيرة اللي تعطي له 7 حبات راك عطيت له واحد الكيلو. المهم هذه طريقة بك. بعد ما كملنا هاد الأربعة أيام في المدينة كملناهم، رحنا مباشرة إلى مكة، عاودنا ركبنا في الباص وبدأت رحلة العمرة. وهنا بدأ الصح خاوتي، وبيسك أكون لحقتو حتى لهذا الوقت من هذا الفيديو، تحية ليكم وتبعوا معنا الصح. دوكا يبدأ الصح تاع الصح، أنا وهو تبدأ العمرة. سبت أنا حاجة من عند شيخ فركوس، وشو هي المدارسة؟ وش معناتها المدارسة؟ مدارسة تحكم مطوية سهلة كتبها عالم من العلماء الربانيين الذين هم على المنهج الصحيح، مثل الألباني، ابن العثيمين، الفوزان، اللحيدان، هادوما الشيخ فركوس يديروا مطويات صغار. هاد المطوية الصغيرة وش معناتها مدارسة؟ تحكمها تعود تقراها كما هي. ولذلك أنا نخلي لكم مطوية لهنا تاع العلامة أبو عبد المعز فركوس لعلها تنفعكم، وهي مفصلة بأيسر ما يجب عليكم القيام به. فتوقفوا هنا وديروا سكرين شوت أو روحوا لجولي فيو باش شريوا هاد المطوية، راهي رخيصة في مكتبة الهداية، هايلة مطوية رائعة، ديروا عليها سكرين شوت. سي بون درتو سكرين شوت، دوكا نكملوا الفيديو تاعنا. كما قلت لكم خاوتي هذه المطويه حتفيدكم كما فاتني انا وفات بزاف عباد اللي كانوا معايا. وردوا بالكم ديروا الريحه، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم، هادو المحرم ديش الريحه كي تكون لابس الاحرام. المهم دوك نبداو مراحل العمره من الواحد الى النهايه. المهم خاوتي نخلي لكم تبعوا معايا وشنو هي هايديك المخطط تاعها من الالف الى الياء. باين احد ماري من بلاد، قال حنا دي مارينا من الجزائر، كي تكون جاي لهنا تكون جاي اما بالطائره واما بالباص صح. كي تلحق للسعوديه لازم تجوز على بلاصه يسموها الميقات. شنو هو الميقات؟ هو المكان الذي تحرم منه صح. ويوجد 5 اماكن عندك، دير حليفه في المدينه، أو ما يسمى بأبيار عالي حاليا، صح. وعندك وقت لأهل الشام
وأهل اليمن والمغرب صح كذلك. المهم قلنا لي يجي من المدينة ونيرة يروح دير حليفة أو أبيار علي صح، ولي يجي من الشام يروح للجحفة، ولي يجي من اليمن يروح ليلملم صح، ولي يجي من نجد يروح من نجد أو الطائف من السيل صح، ولي يجي من وادي قرن، هذه قرن مواقيت مكانية، هذه كلها تقولها مواقيت مكانية مش معناتها مواقيت مكانية، هي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام منها. ونعطيكم نصيحة خاوتي، كاين بزاف يطيح في خطأ يروح مسجد تنعيم أو مسجد الجعرانة، يقول العلماء أن هذا المسجدين لا يجوز للمحرم أن يحرم منه. يعني دير بوز، يعني احنا تزيريين عندنا زوج أماكن، يجي من المدينة خاوتي يروح بيار عالي، ولي يكون في مكة وين يروح للطائف. نعاود لكم خاوتي، ما تروحوش مسجد تنعيم، ما تروحوش مسجد جرعان. طائف سهلة باش تروح لها، 30 ريال للواحد، دبر كاش سبعة عباد، سبعة في ثلاثة 210 ريال، يديك في الآلاز يعاود يجيبك. أعمال عمرة باختصار، قولوا أنت يا راك كملت كما يقولوا الإحرام تاعك، وموراها قلت لبيك اللهم عمرة، تقولها جهرا، تقولها جهرا اللهم محلي حيث حبستني، باش كما يقولوا تنحي الدم عليك، خاصة للنساء بالك في الطريق كما يقولوا تحيض ولا حاضت اسمك، فمحلها أين حبسها الله عز وجل، وتقولها جهرا لبيك اللهم عمرة اللهم لا رياء ولا سمعة. ثم تبدأ بالتلبية، تبدأ تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وتقعد تقول فيها حتى تبان لك الكعبة. كي تبان لك الكعبة تحبس، على واش دير تدخل هاي الكعبة خاوتي، كاين بزاف اللي ما يعرفش هاد المعلومة، هادي هي تانيك داخلة مع الكعبة، باسكو زمان كانت الكعبة كامل هكايا، ومع ذاتك هدا هو كيما يقولو الأخر تاعها، هنا الحجر الأسود، هنا الركن اليماني، وهنايا الملتزم، صح. تباني دوكا كي تدخل لهنايا تبدا الطوف، تقول الحاجه الاولى، واش تقول الحاجه الاولى كي تدخل؟ اللهم اغفر لي، هاي لك واحد تقول اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي باب رحمتك. ثانيا تبدا بالطواف،
كيفاش طواف؟ تبع معايا. طواف سهل، هاي لك الكعبة، صح؟ نقولوا هذا هو الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني، وهذا وشنو؟ الباب، صح؟ هذا يقولوا الملتزم، وهذا حجر أسود، وهذا وشنو؟ الركن اليماني، صح؟ لهنايا تلقى ضو خضر، انت غتشوف هذاك الضو خضر شعل لك لهنايا، تلقاه مقابل هدايا، استغفر الله وتوبه، تلقاه لهنايا هاك، تلقاه في السما هاك مشع، تلقاه مشع. هاد الضو الأخضر، نكتبو جرين لايت، هاد الضو الأخضر كي تشوفو تبدا الطواف تاعك شبط من هنايا، دوك لهنايا. قلت كي تشوف هذا الضوء الاخضر يكون مقابل الحجر الاسود، تبدا الطواف تاعك الشوط تاعك من هنا والدور هكايا. كي تبدا لهنايا ما تقدرش تدخل من هنايا، هذه وحده، وما تحطش يدك فوق حجر اسماعيل والطوف. كي تلحق لهنا الركن اليماني واش تقول؟ تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حتى لهنايا هذه واش تقول فيها؟ قل فيها اللهم آتيني في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقني عذاب النار. كي تلحق الحجر الأسود تقبله، وإذ لم تستطع تلمسه وتقبل يدك، وإن لم تستطع والأحسن ترفع يدك اليمنى وتشير إليه وتقول بسم الله الله أكبر، وما كي تلحق الملتزم تدعي، ولا قدرت تمسو تمسو، ولا ما قدرش تروح. كي تلحق الملتزم تحط يديك لهنايا ووجهك تك عليه كامل، ولا ما قدرش تدعي، هذا ما كان المهم. كي تعاود تولي حتى لهنايا هذا كامل يعتبر شوط، معناتها عندك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا كامل يسمى شوط واحد. انت شحال لازم دير شوط؟ دير سبعة أشواط، صح؟ أو كي تكمل موراها سبعة أشواط واش دير؟ تروح مباشرة تصلي زوج ركعات، وبعد زوج ركعات وشديت تشرب الماء زمزم. يعني وش عندنا؟ عندنا عمرة وش فيها؟ فيها طواف كملناه، وفيها سعي. السعي وش فيه؟ من الصفا إلى المروة، وحداري خاوتي، حداري ثم حداري، هاي ديك الكعبة، هاوليك هذا جبل مروة، وهذا جبل الصفا، وهنايا في الوسط كاين طريق صغيرة تاع العربات، هاذيك تسموها عربات، وهذا مسعى. نتايا وماك لهنايا كاين مسعى الجديد، هاوليك وهنايا باب الخروج، هنايا كاين ابواب الخروج، هايليك خروج. دوك هاديك على حساب العلماء الفوزان واللحيدان والشيخ فركوس والشيخ سليمان روحيلي، يقول لك بلي المسعى هنايا لا يجوز، اكس المسعى الجيد هنا. سمك انت تبدا من الصفا تروح تعاود تولي، شحال؟ سبع اشواط. في وسط الطريق كاين ضوء اخضر، الضوء اخضر تجري فيه، تجري ماكسيموم،
تجي وتقول اللهم اغفر وارحم. المهم الفائدة كي تبدأ الصفة تاعك الكعبة لازم تكون على يدك اليسار هايك، تبدأ من هنايا، هذا هو الانطلاق. تروح ماك تعاود تولي من نفس الطريق ولا في العرابات، المسعى من هنايا خطيكم، ما تروحوش خاوتي، وعمرتكم باطلة 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 على لسان الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ الحيدان رحمه الله. والدليل على ذلك هنا كاين جبل وهنا كاين جبل، هنا واش كاين منه ومنه؟ ما كان والو. وامنا هاجر عليه السلام كانت تجري من الصفا الى المروه في هذا الطريق. مهم جدا خاوتي، صح. كي تكملوا السعي نهايه السعي واش يدير السيد؟ يروح يحلق او يقصر. يحلق يعني بموس، ينحي كلش، كل شيء ينزع، وبدون صابون، حذاري، بدون صابون، ماء فقط. هذه ملاحظة الأولى. الثانية يكون بلباس إحرامه، ماشي يدوش وما يروح يحفف، لا لا. أو يقصر، وش معناتها يقصر؟ يأخذ من شعره. والأولى والأحسن هو الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال رحم الله مرة واحدة المقصرين. وهنا يكون يعني المعتمر قد يعني كيش يقولوا أتمام عمرته، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منه. يعني العمرة وش فيها؟ فيها طواف وفيها سعي، صح. كي تكمل الطواف هذا الأول، هذا الثاني، وصلت حدا تحلق، هذا ما كان هاي لك سهلة مهلة. وما تنساوش باش تحلق لازم تكون لابس إحرامك، ثانيا بالماء فقط، لا تستعمل صابون، صابون نو. ثالثا بالموس، يعني موس حفافة. وهكاك تممت العمرة تاعك. وفي السعي كما قلت لكم قبل، سعاو الكعبة على يدك الأقصى، كاين هذا المسعى وهذا المسعى وهذا المسعى، هذا لا لا، هذا تاع العربات إيه، هذا إيه، هنايا المروة وهنا الصافا، فهمنا؟ هذا مكان تروح وتولي سبع مرات. المهم خالتي الاعزاز، هاي لك مطويات وسيغه 5000 عند شيخ فركوس، يحب يشريها، واللي ما عندوش نوريولو من الالف للياء كيفاش. امر عند الاحرام، ما عليك الا دي سكرين شوت. ها صفحه 3 صفحة 4 صفحة 5 صفحة 6 صفحة 7. إن شاء الله عمرها مقبولة، وما تنساوش تدعونا بالخير. انتبهوا على فيديو، ربي يحفظكم خاوتي الاعزاز. تبعوا معايا، هنا كاين امر بزاف مهم. كاين بزاف اللي يجي يدير عمره وبعد تكتبان له يحب يزيد عمره، من حقك تزيد عمره، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كومبلي اعتبر 4 خطرات. دوك انت حبيت تزيد عمره، الكثير من المرشدين هداهم الله يصبحون من مرشد الى مضلل، يقول لك اسمع لديك للتنعيم. علاش يديك للتنعيم؟ باش ما يعياش راسو، والتنعيم غير تما مسجد عائشه كتجوزوا عليه، ما تروحش للتنعيم. هذا الرخصه اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الى امنا عائشه لما قدمت وفي رضي الله عنها لاداء العمره ثم حاضت، فقال لها يعني احرمي من التنعيم، هذه رخصه. شكون راح معها؟ راح معها اخوها عبد
عبد الرحمن، وخوها عبد الرحمن داهل تما احرمته وعاود جابها، وهو ما يحبش يدير العمره، هو اصلا ما دار يعني لم يحرم، داها وعاود جابها، معناتها زعما كنت تحب الفضل خير منه. المهم تنعيم خطوك منه، يقولها عمره لا تاريه. وكاين تانيك الجعرانه كذلك يقول العلماء خطيك منه. صدق كي نحبوا نزيدوا عمره وكيفاش نديروا؟ تروح للطائف، الطائف عليك بالطائف. ووقتاش تزيد عمره؟ تزيد عمره كي تحب تزيدها على كاش واحد مات من اقاربك، ولا كاش واحد عاجز يعني خلاص مقعد ما يقدر يدير والو. وتستفتي تبعا اخوكم اللي تعرفوا تاع ميكانيك ماشي نفتي ولا كذا. المهم تبعوا معايا، المهم ما تطيحوش في الغلطه. اللي يحب يزيد عمره ثانيه يروح للطائف، هذا كي يكون في مكه باينه. وانت تجي درت عمرك في مكه، كي تحب تزيد عمره ثانيه وين تروح؟ ما تروحش للتنعيم، وين تروح؟ للطائف. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. المهم خاوتي على بالي دخلتوا شويه في فيديوك وشتوني جو في العمره باك عاود توليت، ما رحت ما وليت، هذه عمره ثانيه على بالي دخلتوا شويه، لاني كنت في سياره وجراب باتجاه الطائف باش نجيب عمره لعمي ماجد ربي يرحمه. المهم هذه هي السله في الاحرام من الميقات خاوتي اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. تحب تعاودها لكم وما تحرموش من التنعيم كما وصيتكم ولا من الجعرانة. وأسأل أهل العلم الربانيين مثل ابن العثيمين والفوزان والشيخ فركوس حفظهم ورحمهم الله. الميقات هو المكان الذي تحرم منه، ويوجد الحليفة في المدينة المعروف بأبيار علي حاليا، ووقت لأهل الشام وأهل اليمن والمغرب. الشام جحفة، اليمن يلملم، ومن نجد السيل، ومن مكة الطائف. حاجة سهلة أحفظهم هادو ما يزقلهم مواقيت مكانية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. بعد ما دخلنا لباب السلام نشوف هذا الضوء الأخضر، معناتها نقابلو في هذيك الزاوية هنا، في هذه الزاوية راهو تما الحجر الأسود. نروحو لتما ونقولو بسم الله الله أكبر. جميع المسلمين والمسلمات أحياء منهم الأموات، اللهم ارزقهم رزقا كبيرا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. اللهم حبب الإيمان لعمي علان
محبب الإيمان لأبي، محبب الإيمان إليه ولجميع المسلمين، ومغفر لأخي شريف وارزقه درية صالحة وارزقه عملا خيرا من عمله ودارا خيرا من داره، وارزقه اليقين والسكينة في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تحرمهم من زيارة بيتك الحرام. لا موجود، انا عارف انها موجوده. خمسة ريال الحمد لله بك الصفا من هيها وفي الوسط عربات، ومن هنايا هذاك لجهة الباب هذا يجوز ولا لا؟ لا السلام عليكم. فائدة هذا من المروة اتجاه الصفا، هذا هو، وعلى يميننا توجد الكعبة، هذا هو المسعى الصحيح ومسعى المركبات كذلك. أما الذي هو على باب المخرج الذين يأتون فيه من الصفا إلى المروة فهو على لسان المفتيين والعلماء لا يجوز، وعمرته من يقوم بالسعي هناك باطلة. هذا والله أعلم. دائما اسعوا السعي الصفا من هذا الطريق والمروة من هذا الطريق، ويجب أن تكون الكعبة على يمينك في اتجاه الصفا، وعلى شمالك في اتجاه المروة. هذا والله أعلم. الحمد لله. شوفوا خالتي منين تولي، تقولوا لي ما كاش منها، لكن منها لازم تولي هكا. هذا هو اتجاه المروة، وهذا الشوط الأخير، وابحثوا واسألوا أهل العلم. عندما تصل إلى الشوط الأخضر هذا تجري، ولكن بدون أن تزعج المرة. هم جايين وإحنا رايحين. هذا جبل المروة وهذه قمته وأسفله أسفل الله. يا خاوتي كي كملت العمره واش لازم دير؟ لازم تحلق. واش ما تحلق؟ حفف بالموس، موس حفافه وبدون صابون خاوتي، وبلا ما تنحي الاحرام تاعك. لازم تكون بدون صابون وبلا ما تنحي الاحرام، حفف بالموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. ثم قال: رحم الله المقصرين. حب يقول كاين ثلاث رحمات للمحلق بالموس، وكاين رحمه واحده فقط للمقصر. دوك اللي عنده اداه في راسه ولا ما يقدرش وكذا، هذا كيقصر بصح عنده رحمه واحده. المهم حلقت مجانا طبعا، باسكو جبت معايا طوندوز مساكن باكستانيين ما كلوش مع الجزائريين والو، كلش باطل زين، جابوا معاهم كلش. يا حتى شفت واقيلا المرا جابت كوكوطه معها. قلت درك نضربوش دوره البورصة الساعه، نحوسوا ونشوفوا شنو هذا البورصة الساعه. دخل استي رجالي ياكم اخوك محطه الله يبارك، شوفوا كيفاش كتلابس ما شاء الله. بعد ما دخلت رحت مباشره طابق وكاين مصلى. يا خوتي واحد النظره ماشي عادي ما شاء الله، الكالم ما نحكي لكش. المهم بعد ما صليت وخرجت وحوست طرف فيها شويه ما في الحاجه، تلاقيت واحد صاحبي من جنوب افريقيا عرضني رب. شوف بسم الله ما شاء الله، زيدو نجيبو شويه امون. ما شاء الله ما شاء الله. ويت مونغ مليح مليح المونغ. جبنا وحده اناناس، علاش لا صديق ما شاء الله.
انا زهير لهنايا ستروبري كيفت لي واش نزيد خاطي الله اكتفي بهذا القدر بدو شوية هذا بالتيح يوبا اكتراطية تفاح ما كان له نديو زيت زيتون ما كان له يا ودي معيشة والله العظيم غير معيشة ما شاء الله هذا فضل من عند الله ما شاء الله أضيف من الله وهذيك من الله باش الناس كيكون صديق ما تحبش الناس ما خاصش ندير يوتيوب يوتيوب اه عزيز زعما اه جيلي 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 بيع مريلي داك الشيء اللي خمس ملايين في يدك خويا هاي داك تما يا لا لا 100 مليون رد لي دراهم يا خويا خلاص انا شريت لك ما تشريش يا خويا بسيطة عدنا التمام ما شاء الله جوزنا ثلاث ايام قوة والان بعد ما شرينا هدايا وشربنا ماء زمزم تلقاو فيديو فيه مشروح من الف الى الياء كيفاش تعمرهم كيفاش تقدر تجيبهم باقل مصاريف ايوي ماء زمزم ولا بالدراهم راهو 15 ريال في النوار و10.9 يعني في مطار جدة او في محلات مثل متاجر بن داود ونعطيكم نصيحة وكالة اللي تلقاو فيها مرشدة اختيكم منها كي تلقاو مرشدة اختيكم وخلاص وسقسيه شكون يجي معانا ماشي اللي يهضر معاك في لاجونس شكون يجي معايا النصيحة بزاف هايلة خاوتي دو بريفيرونس اروحو مع ايرجيري وهذاك التيكي تاعك تاع ايرجيري نسيت واش قالت لي قالك شو اماكن محجوزة انت يا سي بدلو في الجزائر قبل ما تروح ديرو الي روتور اوفر علاش ديرو الي روتور اوفر طب تحلالك لتما الضبر وين تبان تحب تزيد تقعد شو واحد يسألك وشنو كاينه حاجه ولا جيت مع الوكاله لازم دوموندي الاذن منه لان المؤمنون عندنا شروط قال يا ودي جيت معنا تولي معاه ولا قالوا لك ريح ريح دي معك دراهم مينيموم 1000 اورو ولا 700 اورو بصح الحاله راهي غاليه خاوتي تما تقتل المهم رجعنا من الان وكملنا يعني العمره تاعنا وشينا الهدايا الهدايا ما تشوش مكه سوا سوا بعدو شويه روحوا العزيزيه روحوا الكعكيه المهم كي كملنا وضبنا الاغراض تاعنا وزنا صلينا جا الباص قالنا يا جماعه يلا وجدوا اغراضكم رحله العوده يلا رحنا وقعدت في قلبنا وخرجنا خطونا من البدعه خاوتي هذاك اللي يدور ويقول العوده دا ولا يدور يبدا يشوف في الكعبه ولا زعما كيبدا يبكي كملت الصالات خرجك في الباص قلع كي تخرج من داركم تروح الخدمه كمل الخدمه تاع تولي للدار عاد تشوف المعلم تاعك ولا تشوف والو اذا ادعي ربي ما يحرمكش منها وولي لا ما تدور وتلتفت ودير الالتفات والبدع والخزعبلات المهم امنوا ولا ريح كي ركبنا في الطياره صارنا مشكل تقني وحبطونا كامل والحمد لله وثقت انا يعني درت فيديو خفيف مشكل تقني على جالو 6 سوايع حنا نستنى والله العظيم غير لازم عوضونا والتعويض هذا يصل الى 600 اورو يقولوا كونفرنسون هيا مع الاخير وبعد طول الانتظار اخو صديقي سقسي كيف احنا قاعدين هكا جيبوا لنا ماكله جيبوا لنا كذا كان حال جابوا لنا الماكله جابوا لنا الجيو تهلاو فينا وصلينا ربي يحفظكم بزاف مؤدبين ما شاء الله قلتوا لا ايروبورت جد ركبنا في الطياره مع الاخر ورانا موليين وركبنا في رواق السعاده الذي يعود بنا الى الجزائر خاوتي الحاجه الاولى ديرها فور وصولك للجزائر شنو هي تسنى الاغراض تاعك ما هنا وتريكيبيري الماء تاعك يا غير كملنا ريكيبيرينا الماء سورتو ما زمزم هو الصح والحقائب وباينه يعني تدخل للدار واش لازم دير توجد الحقيبه تاعك ماشي تاعك انت تحتمد على احبابك وخاوتك وتوجد الهدايا وتحزمهم وتعيط لهم واحد بواحد يا مامو ما يجوا لك صح احنا نورمال احنا نتواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يا حاف الجزائري تلقاه كي يجيب لي طونجي شنو يعطي لك حاجه ها خويا عبد الرحمن كي يجيب كراطات وشو يجيب لي شيكول هذيك في اليوم ربي يحفظه بابا كان كيجي من الحج يجيب لنا تانيك ماء زمزم وهذوك لي جوي تاع دراري صغار والكتب وصحيح البخاري
المهم واحد يروح فرنسا يجيب لك ريحه. المهم تهادو تحابو مليح الهديه خاوتي. يحب يهدي لي اي حاجه ما نقولش لا لا هديه خاوتي. يحب يهدي لي اي حاجه ما نقولش لا لا. بارك الله فيكم كي لحقتوا لهنايا نتوما زعامه خاوتي. واش نقول لكم ان شاء الله ربي ما يحرمكمش من زياره بيته الحرام ومسجد النبوي الشريف، وان شاء الله ربي يتقبلنا الاعمال لينا وليكم، ولي مريض ربي يشفيه، ولي عنده كاش حاجه حبي يديرها ربي يوفقه فيها، ولي حبي يتزوج ربي يرزقه الزوجه الصالحه، وربي يرزقك تانيك انت الزوج الصالح، وربي يرزقنا الدريه الصالحه واياكم، ولو يسنا في مولد ربي رزقه، وان شاء الله ربي يحفظكم كامل خاوتي. وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو خلونا تعاليق، وراني لهنا يا خاوتي. تلقاو الخير خاوتي في فيديو جديد. السلام عليكم. اذا احتجتوا اي حاجه ولا عندكم اي تساؤل خلونا تعليق تاعكم من هنايا، ولا تلقاو كذلك رابط حساب تاعي انستغرام تحت كذلك، وتابعوني على انستغرام وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك. السلام عليكم.